سنة وانتم طيبين. بمناسبة شم النسيم، اليوم ده مميز وبيبقى كله مختلف، كله ضحك وكله فسح، وكمان الأكل يبقى مختلف، بناكل فيه فسيخ أو رنجة أو سردين أو أي حاجات من المملحة دي. النهاردة هعمل لكم طريقة جديدة للرنجة. بنجيب الرنجة طبعا، بننقي أنواع، لازم تكون أنواع مميزة وموثوق فيها. بجيب بصل بقطعه أجنحة زي كده، وبلخبط عليه شوية من السماق. السماق ده توابل ظريفة جدا، الشوام بيستعملوها أكتر. وبحط شوية بابريكا اللي هو الفلفل الأرناؤوطي عشان يدي بس كده لون وريحة جميلة، مع كمية ليمون كويسة، يعني حوالي على دول نص كوباية ليمون، زيت كويس يعني كافي. نبتدي نحط طبقة من الرنجة، نحط طبقة وطبقة كده. لو حبينا نحط بقى، اللي بيحب كزبرة خضراء أو بقدونس بيساعد على الهضم على فكرة جدا. بنزود عليه الزيت كمان، لازم طبعا نعمل للطبق ديكور علشان العين بتاكل قبل البق ما بياكل. احنا عملنا من الرنجة صنف، من الفيليه بتاع الرنجة اللحم بتاعها، وفصلنا زي ما قلنا البطارخ لوحدها. دي هنعمل منها بيست ظريف جدا او معجون، يتحط في سندوتشات، يتغمس بالعيش زي ما نحب. بنستخدم له ادي البطارخ الرنجة، وادي طحينة وبصل وليمون وزيت. نحط الرنجة بطارخ، نحط معاها شوية بصل، حوالي نص كوباية بصل مفروم. ده بقى بياخد كوباية طحينة، نحط نصها تخلط معاه، النص التاني واحنا بنقلب. نحط شوية زيت كمان عشان تبقى طرية، تبقى معجون خفيف ولطيف جدا. ده بنحط الليمون، كده شكله النهائي. كل سنة وانتم طيبين وبالهنا والشفاء.